يحتاج الفنان إلى مساحة خاصة للتعبير عما في داخله وإبراز ما يجول في خاطره ويأسر قلبه. معرض أبوظبي الفني يوفر صالات لعرض الأعمال الفنية وحصصا لتعليم الفنون المتنوعة. إضافة لذلك، يوفر السكن لمدة محدودة للفنانين الزائرين من شتى بقاع العالم. وخلال هذا الشهر استقبل المعرض فنانين من فرنسا لإبراز مواهبهم وما استلهموه هنا في أبوظبي. الرسالة هذه خلاصتها يعني أنه ليش ما نعطي مجال للفنانين العالميين يستكشفون حضارتنا، معالمنا، تراثنا، تاريخنا، ويعني يخرجون فيه أعمال فنية. وعلى هالأساس عملنا اللي هو Art by Country، اللي هو لكل شهر دولة أو مجموعة دول. هذه إحدى غرف الفنانين الزائرين من فرنسا، مساحة خاصة يعبر فيها عن إلهامه عن طريق الرسم. استخدم جوليان غاردييه مادة الحناء وبعض القصاصات من المجلات ووضعها في لوحاته. استخدمت كثيرا من المواد في لوحاتي، وذلك بعد زيارتي لبعض المناطق التي ألهمتني كالصحراء. ذهبت إلى إحدى المتاجر الصغيرة وابتعت بعض المواد كالحناء واستخدمتها في بعض لوحاتي. أما جون فرانسوا فعبر عن إلهامه باستخدام لونين فقط، هما الأبيض والأسود. فرانسوا استخدم الفحم في إبداع لوحاته التي استلهمها من حضارة دولة الإمارات. هذه أول مرة أزور فيها أبوظبي، وقد ألهمتني كثيرا، خاصة عندما رأيت المزج بين الماضي والحاضر. التقطت كارين روج بعض الصور ودمجتها عن طريق الرسم، بينما أطلق بنجامين تيستا العنان لإبداعاته في صناعة مجسمات للمباني التي لفتت نظره في أبوظبي. وستعرض أعمال الفنانين للجمهور في الأول من فبراير المقبل.